يعطيكم العافية. عندنا شغلة أغلب الناس تخاف منها، شنو هذه الشغلة؟ العين، الحسد. أخاف أحد يحسدني، أو في بعض المؤمنين يخاف وهو يحسد، مثلا شاف شغلة عجبته يخاف يحسدها. بهذه الحالة شو تسوي؟ بس يجيك هذا الشعور أن أنت تبي تنحسد أو أنك أنت تبي تحسد، ثلاث مرات تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل ثلاث جمل، هل ثلاث كلمات البسيطة القصيرة راح تبعد عنك الحسد إن شاء الله.